أهم شيء إنه ربنا يحفظه من الإصابات. هذا بشوفه نجم، بكرة بتشوفيه والله غير يصير نجم. سبحان الله يا زين، يا ويلك إذا ما بتجيب الكأس. شعور كأي أم، وهذا طبعا توفيق من الله ورضا الوالدين الحمد لله. يزن هو صغير مرضي ودمه خفيف وكل الصفات الحلوة فيه. أنا الحمد لله فضل من الله، كل مباراة قسما بالله طبعا بصلي وبستدعي لرب العالمين، وصورة البقرة كاملة قبل ما يبلش عشان الحفظ. أهم شيء إنه ربنا يحفظه من الإصابات. وشو يعني شو بدي أحكي لك، يعني توتر يا وي الأجواء. كلنا طبعا، كلنا حتى جدته قامت، كلنا والله الحمد لله شعور لا يوصف. ركعت لربي ركعتين الحمد لله، سجدت سجدتين شكر لله. إذا من هو صغير يعني بدي أحكي لك إياها بصراحة، ما كنت أمسكه، كان والله من الشباك ينط بلاقيه بالحارة بيلعب، ما بحب خلص عقله بالرياضة من هو صغير. يعني هو صغير والله العظيم، يعني من صف أول أمسكه أدرسه وما بدوش، بحكي ماما أنا بدي ألعب، بحب الفوتبول بحب. فآخر إشي تركته يعني خلص، شو بدي أسوي، هيك موهبته. كنت أتحاوش أنا أبوه في البداية، بدي إياه يدرس، أبوه شجع على الرياضة، وأنا أحكي له خليه يدرس أحسن، بحكي لي أحمد لا، هذا بشوفه نجم، بكرة بتشوفيه والله غير يصير نجم. سبحان الله صار نجم، وما شاء الله تبارك الرحمن عليه، الله يحميه. يا زين يا ويلك إذا ما بتجيب الكأس. شو بدي أحكي له، الله يوفقكم كلكم جميعا، أنت وموسى وعلي علوان، هدول أنا اللي بعرفهم يعني أصدقاء يزن المقربين. علي يعني علي ابني، الله يوفقهم ودير بالكم على بعض وركز كويس، وبدنا قولين مش قولين، وإذا بضيع فرصة يعني بسامحك. فرصة واحدة بس أكتر لا، مش زي هذيك اللعب. بالتوفيق إن شاء الله للنشامة، وأنا إن شاء الله متفائلة خير فيهم بإذن الله. توقعات إن شاء الله 2-0 ويزن يسجل، ويزن بإذن الله الجولين مش جول.